السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب طبعا الأولمبي، مباراة في تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024. مصر في مواجهة المغرب بإذن الله تعالى، المباراة يوم الخميس 8/8/2024 الساعة 6 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادة الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، عمل سبسكرايب وعمل شير للفيديو إن أمكن ذلك. متابعينا الكرام، القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق حسن العدروس طبعا دي مشفره، وكذلك بين سبورتس اتش دي 3 الثالثه والمعلق حسن العدروس، وقناه الكاس القطريه الاولى ودي مفتوحه والمعلق خالد الحدي، وقناه المغربيه الرياضيه، وايضا قناه الجزائريه السادسه. ملعب المباراه ملعب لا بوجوار بوجوار. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.